معنا من غزة مراسلنا محمد المشهراوي، من غلاف غزة مراسلنا نضال كنعنة، ومن منطقة باب العمود في القدس ينضم إلينا مراسلنا فراس لطفي. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك محمد، لو تضعنا بالصورة، يعني لا تزال غارات إسرائيلية على غزة ومحيطها في هذه الأثناء. نعم، الغارات الإسرائيلية تتجدد في كل لحظة وفي كل حين على قطاع غزة، مستهدفة إما أراض زراعية أو مبان سكنية مأهولة بالسكان المدنيين. الغارات في آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية هنا تقول إنها قتلت حتى هذه اللحظة منذ مساء أمس 28 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال وامرأة. ما رفع حصيلة الضحايا هي غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد أسرة واحدة وجرح عدد آخر، بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى شقة سكنية أخرى تم استهدافها في بلدة بيت لاهية شمالية قطاع غزة، أوقعت عددا من الإصابات. في جديد التطورات أيضا هو إبلاغ عدد من السكان الفلسطينيين بتلقيهم اتصالات قالوا إنها من الجيش الإسرائيلي تبلغهم بضرورة إخلاء برجين سكنيين في غربي مدينة غزة تمهيدا لقصفهما من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا الأسلوب الذي عمدت إسرائيل إليه في عام 2014 خلال حربها على القطاع حينها، وتسبب بدمار كبير وبالغ في أبراج سكنية ووحدات سكنية بالعشرات، ربما تلجأ إليه هذه الليلة إسرائيل وفي اللحظات المقبلة، وفق ما أبلغ عنه سكان برجين سكنيين كبيرين يقعان إلى الغرب من مدينة غزة، هما برج هنادي وبرج السوسي. أيضا الفصائل الفلسطينية لا تزال تطلق من حين إلى آخر قذائف صاروخية من قطاع غزة، وتركز قصفها على مدينتي أسدود وعسقلان. سحب الدخان الأسود من خلفنا التي ترونها تتصاعد من ميناء أسدود بعد سقوط صواريخ على الميناء، والمصادر الإسرائيلية تتحدث عن وجود حريق في خزان وقود داخل الميناء بفعل صاروخ فلسطيني أصابه. الفصائل تقول إنها مستمرة بعمليات إطلاق الصواريخ طالما استمرت الغارات الإسرائيلية، لا سيما تهديد الفلسطينيين في بيوتهم والغارات التي تطال المدنيين وتوقع الخسائر في صفوف هؤلاء الفلسطينيين. محمد، دعني أنتقل إلى نضال من غلاف غزة، كيف تبدو الصورة لديك؟ مزيد من التعزيزات كنت ذكرت لنا قبل ساعة تقريبا يقوم بها الجيش الإسرائيلي، كيف تبدو الصورة وماذا أيضا عن آخر الأخبار؟ نعم، فيما يتعلق بآخر الأخبار، صدر بيان قبل قليل عن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قال فيه أن طائرة إسرائيلية استهدفت قائد مجموعة أو قائد قوة الصواريخ المضادة للمدرعات التابع لحركة حماس وتمكنت من قتله. هذا يضاف إلى عملية مماثلة جرت ظهر اليوم ضد قائد الصواريخ في حركة الجهاد الإسلامي. إسرائيل عادت إلى اتباع قضية الاغتيالات في قطاع غزة، لغاية الآن هذه الاغتيالات توجه إلى أفراد في القوات المقاتلة في قطاع غزة وليس إلى القادة السياسيين، لكن ربما قد يحدث تغيير في هذه السياسة الإسرائيلية، هذا أمر لافت في هذه المواجهة. ثانيا، على صعيد التعزيزات العسكرية هنا في محيط قطاع غزة، رصدنا اليوم جلب الكثير من المدرعات وقوات المدفعية إلى هذه المنطقة. هنالك قوات تابعة للواء جولاني الإسرائيلي وهو لواء نخبة إسرائيلي، هذه القوات يتم استخدامها هنا إلى منطقة محيط قطاع غزة،
هذه القوات تم إحضارها إلى هنا بعد توجيهات من وزير الدفاع الإسرائيلي بذلك، بتعزيز القوات الموجودة هنا عبر جلب قوات من مناطق أخرى في إسرائيل، وعبر تجنيد نحو 5000 جندي من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. هذا إضافة إلى وقف التدريب الكبير الذي كانت تجريه إسرائيل، وهو التدريب الأكبر في تاريخ إسرائيل. اليوم أعلن عن تأجيله لمدة أسبوع على الأقل قابلة للتجديد بسبب الوضع الأمني، وهذا يتيح للجيش الإسرائيلي جلب المزيد من القوات إلى محيط قطاع غزة، مع العلم أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي لم يخول الجيش الإسرائيلي ولا وزير الدفاع بإجراء عملية برية في قطاع غزة، لكن هذه القوات هنا أولا للضغط على قطاع غزة، وثانيا للاستعداد لأي مهمة أخرى، وأيضا لمواجهة أي احتمال لحدوث تسلل من قطاع غزة إلى هذه المناطق هنا. دعنا ننتقل إلى منطقة باب العمود في القدس ومع مراسلنا فراس لطفي. فراس، اليوم كان هناك العديد من الدعوات للخروج بعد صلاة المغرب، كيف يبدو المشهد وهل بدأت التجمعات للشبان الفلسطينيين؟ يعني كارولينا، نهار اليوم حمل هدوءا نسبيا مشوبا بالحذر في مدينة القدس، في أحيائها، في البلدة القديمة، في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. لم نشهد ولم نسجل أي من الاشتباكات أو المواجهات مع الجيش الإسرائيلي. هذه الصورة، في المقابل هناك صورة أخرى لاحتشاد كبير لأفراد من الشرطة الإسرائيلية في شوارع وأزقة مدينة القدس، ونصبوا الحواجز العسكرية ودفعوا بتعزيزات تحسبا من وقوع اشتباكات وتصعيد بعد صلاة المغرب والمتوقع بعد تقريبا نصف ساعة من الآن. لكن هناك أخبار أخرى من داخل إسرائيل في مدينة اللد، التي شيعت شاب فلسطيني من مدينة اللد سقط برصاص إسرائيلي. اندلعت مواجهات بعد تشييع هذا الشاب في مدينة اللد، وجرح فيها شرطيان إسرائيليان، وعدد من المشيعين هناك. الداخل الفلسطيني اليوم على موعد مساء هذا اليوم مع تظاهرات كبيرة ستعم كافة المدن الفلسطينية داخل إسرائيل، من عرابة وسخنين وأيضا حيفا ويافا واللد والرملة وبئر السبع، كلها دعت لتظاهرات للاحتجاج على ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة. وهناك أيضا بالمقابل دعوات من المستوطنين للتواجد والتظاهر مقابل هذه التظاهرات الفلسطينية. في خبر آخر قبل قليل أفدنا بأن شاب فلسطيني قتل وآخر أصيب بجروح حرجة بزعم محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة جنوب نابلس. هذا المشهد أيضا في الضفة الغربية قد يصاعد من التوتر ويزيد المشهد تعقيدا، خاصة نحن نتحدث عن دعوات مماثلة اليوم في مدن الضفة الغربية تدعو للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس والحواجز العسكرية المحيطة في المدن الفلسطينية في الخليل وبيت لحم ورام الله كما شاهدنا، ونابلس وجنين كما شاهدنا في الأيام الماضية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي الذي دفع بتعزيزات إضافية وقوات وفرق عاملة إضافية إلى الضفة الغربية بعد تأجيل الانتخابات، وكان يتخوف من تصاعد الأمور في الضفة الغربية وفي القدس، وهذا فعلا ما جرى. ولكن الذي أشعل الفتيل هو الحملة الاستيطانية التي يتعرض لها حي الشيخ جراح، وأيضا الحملة العسكرية الشرطية التي تعرض لها المصلون في المسجد الأقصى وهنا في محيط باب العمود. شكرا جزيلا لشبكة مراسلي سكاي نيوز عربية من منطقة باب العمود في القدس. كان معنا مراسلنا فراس لطفي، من غلاف غزة مراسلنا نضال كناعنة، ومن غزة مراسلنا محمد المشهراوي. شكرا جزيلا لكم.